بكل المقاييس، سواء مقاييس جماهيريه او بعض اعضاء الجماعه العموميه. تمام. لان برضو بكررها تاني، في ارتياح وسط الجماعه العموميه لهذا الطعن. لهذا الطعن طبعا. حسيته منين الارتياح ده؟ حسيته من مقابله اعضاء الجماعه العموميه، حسيته من الساده الاعضاء، حسيته من الساده المرشحين نفسهم. المرشحين نفسهم كانوا مرتاحين من الطعن اللي حضرتك قدمته؟ ليه؟ انا هقول لحضرتك مفاجاه. انا المرشحين كلهم متابعيني في الطعن ده. يعني تتخيل حضرتك، مع احترامي برضو، يعني مش هقول المرشحين كلهم، هقول بعض المرشحين. تمام. يعني لو هقول اسماء اقول اسماء، انا مفيش مشكله بالنسبه لي. يعني قصه النهارده الدكتوره ميرفت كلمتني وقالت لي هنضم للطعن. الاستاذ عمر هريدي نفس القصه. ولكن طبعا بروح المحكمه ودي قصه ثانيه خالص. ايه اللي بيحصل؟ وفجأة طبعا ان ماجد الحنبلي اللي متصدر المشهد. طب يا جماعه بعد اذنكم، طالما انتوا عايزين تنضموا علني، تعال اتفضل حضرتك قول طلباتك. تعالى حضرتك اتدخل تدخل قانوني وقول طلباتك. لكن ما تكلمش ماجد الحنبلي في التليفون وتقول له انا جاي وانا معاك وانا في ظهرك، وفجأة ان ماجد الحنبلي هو الوحيد اللي واقف في المشهد. مش لازم. غير ان انا النهارده يعني ده الطعن الوحيد اللي واخد جديه. لان انا مقدم مستندات، يعني في الاول وفي الاخر هو حكم محكمه. تمام. لازم احنا كلنا نحترم حكم المحكمه. مظبوط. ولكن انا عندي مستندات قوية جدا لإبطال ترشح الكابتن حسين لبيب مثلا، والكابتن فاروق جعفر باين، والكابتن فاروق جعفر، ولا المستندات اللي بتبطل الكابتن حسين أقوى من المستندات اللي بتبطل ترشح الكابتن فاروق جعفر؟ لا، هما الاثنين على مستوى واحد. تمام. ولكن أنا طالب أنا طالب من المطعون ضدهم الكابتن حسين لبيب والكابتن فاروق جعفر تقديم المستندات. حضرتك جيت لي جلسه 23/9 وعرفت ان في مستندات المفروض حضرتك تطلع عليها. أيوة. وتجيب ما يفيد صحيح ترشحك. ما حصلش. الجلسه اللي بعدها حضرتك برضو طلبت ان انت تمد اجل للاطلاع على المستندات وتقديم ما يفيد. ما حصلش. يا كابتن حسين، انا بقول لحضرتك قدام مصر كلها انك انت طلعت في احد البرامج وقلت يا جماعه انا ملفي ناقص. مش هقول متاخد منه حاجات او مسروق منه حاجات حسب اللفظ الدارج. يا كابتن حسين، حضرتك عندك اهم ثلاث مستندات في ملفك مش موجودين. اللي هم يا كابتن حسين، ايصال سداد، وانا بقولها لحضرتك حصري، لان انا بحترمك فعلا كاعلامي. شكرا. يعني حضرتك لما فتحت القصه دي انت يعني انت فعلا بتهتم بالاعلام الرياضي الناجح. اشكرك. لكن انا النهارده عشان كل المرشحين، انا في مرشح طالع يتكلم على الطعن باسمي، وده برضه حاجه انا مستغرب لها. طب استاذ ماجد، ممكن اروح للملحوظه الثانيه، او الاول قول الثلاث مستندات وبعديها اروح للملحوظه الثانيه، عايز اتكلم معاك فيها يعني. اول مستند وده اهم مستند. اتفضل. ايصال سداد اشتراك العضويه بتاعت الكابتن حسين لبيب من عضويه رياضيه لعضويه عامله، ده مش موجود. تمام. ده اول مستند. المستند الثاني، قرار اتحاد اليد اللي المفروض يروح لنادي الزمالك ويقر عليه مجلس اداره نادي الزمالك، ده برضو مش موجود. اللي هو ايه اللي بيقول القرار؟ القرار المفروض ان الكابتن حسين لبيب قضى فتره الثمان سنوات متصله ويحق له تحويل من عضويه رياضيه لعضويه عامله. بس الاتحاد اللي انا اعرفه ان الاتحاد كره اليد بعت لنادي الزمالك. ما هو الاتحاد، انا في الملف والكلام ده كمان ما تقدمش في المحكمه. ما انا بقول لحضرتك من واقع المحكمه. تمام. يعني والمستند الثالث، اطلعت على المستندات. والمستند الثالث، المستند الثالث ان في قرار من مجلس السابق بخصوص الكابتن حسين لبيب تحديدا بيقول ان لا يحق له الانتقال من العضويه الرياضيه للعضويه العامله. ليه؟ يبقى اصبح النهارده انا عندي مشكلتين في الطعن. ان ايه؟ ان لا يحق له. ليه لا يحق له؟ لا يحق له لانه ملفه تراجع. والمجلس السابق اوصى بانه لا يحق له. طيب. التحويل من العضويه الرياضيه للعضويه العامله. سؤال، ليه او عرفت منين حضرتك ان المستندات دي مش موجوده في ملف الكابتن حسين لبيب؟ ما انا اطلعت عليها. وانا من حقي النهارده كمرشح. تمام. او كباقي المرشحين كلهم انهم بيطلعوا على الملفات. طيب، السؤال بقى الثاني او الملحوظه.
الملحوظه بس اللي عن حضرتك، او يعني ليه الناس انتقدت حضرتك؟ الزملكاويه زهقوا قوي لان في ايوه بس هسال اقول لك نقطه بس دي، الزملكاويه زهقوا قوي من كتر الطعون اللي عاشوها بقى لهم 17 18 سنه، وما صدقوا ان بقى في انتخابات وان بقى في دعايه جوه النادي وان المرشحين موجودين وعاد الود وعاد الهدوء، وقلقانين قوي من فكره الطعن، وقلقانين قوي من فكره القضايا، وقلقانين قوي من فكره المحاكم. فاول ما سمعوا خبر ان مرشح بيقدم طعن اتضايقوا، وده سبب زعلهم. ايه تعليقك على كلامهم اللي قلقان على وضع الزمالك من طعونك؟ اولا انا برضو بكرر احترامي لحضرتك جدا واحترامي للسؤال ده تحديدا. شكرا.